الإدارة الأمريكية يبدو أنها عازمة هذه المرة على تنفيذ مخطط الانسحاب من سوريا، حيث خرج متحدث عسكري أمريكي ليعلن أن الأمر التنفيذي المتعلق بالانسحاب قد تم توقيعه دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية. فيما كشفت مصادر أمريكية أنه من المتوقع أن يكون الإطار الزمني من أجل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ما بين 60 و100 يوم. كواليس خطة الانسحاب الأمريكي والتي بدت أنها تمت بموجب صفقة سرية بين أنقرة وواشنطن، لا سيما أن الأختام الخاصة بالقرار النهائي للانسحاب جاء بعد اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو الثاني من نوعه بين الجانبين خلال أيام قلائل. ترامب من جانبه وفي تغريدة له أكد أنه اتفق مع نظيره التركي خلال الاتصال على انسحاب منسق بين الجانبين لمنع وجود فراغ في سوريا، فضلا عن استمرار الحرب ضد تنظيم داعش. فيما سارع أردوغان بالتأكيد على أنه اتفق مع ترامب على زيادة التنسيق حول العديد من القضايا، فضلا عن وضع خطط لتطهير المنطقة من مسلح داعش مع إرجاء أي هجوم في الوقت الراهن في شرق سوريا على حد قوله. وكان قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا والبالغ قوامها 2000 عسكري بمثابة تحول مفاجئ للاستراتيجية الأمريكية، لا سيما بعدما عدل ترامب عن رغبته التي كررها مرارا في وقت مبكر من هذا العام، وهو ما اعتبره مراقبون انسحابا سابقا لأوانه قد يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المضطربة في الأساس.